si chaque fois que d'ailleurs tu me dis les dysfonctionnements de la hiz ben ma عرفتش علاش نتكلم حقيقه ما عرفتش شنو هو دو ديسفونكسيونمون الاحزاب اللي عندهم ديسفونكسيونمون باش ناخذ العباره ديالك هما الاحزاب اللي ما تقدروش يعقدوا فوق طبعهم في الوقت الاحزاب اللي عندهم ديسفونكسيونمون هما اللي ما كيقدروش يلقاو شي قياده اللي تقود الحزب الاحزاب اللي عندهم ديسفونكسيونمون اللي ما كيقدروش يلموا المؤتمرات والمؤتمرين اللي ما كيقدروش يعقدوا المؤتمرات الجهويه ديالهم اللي ما كيقدروش يعقدوا مكاتب سياسيه اللي ما كيقدروش يديروا مواقف سياسيه اللي عندهم تخوف يمشيو عند المواطنات والمواطنين وحتى حاجه من هذا الشيء ما كاينه في الدار ما كاينه في الدار ساعد الطفل بيبي وانت تعرف هذا الشيء سي شاكر بان مؤتمر يكون متعب جدا لان ما نطلقش نهار الجمعه المؤتمر حنا راه مده هذه تنشتغلوا في الجهات تنشتغلوا مع المناضلات والمناضلين وفي الحقيقه ما ضبطناش الاجندة ديالنا وتعطلنا شوية وبصدق شوية كلنا عيانين وطلب الإذن سي عبد اللطيف لينا كاملين قال لك واش واخا دخل لدارو ومسألة عادية وقيل النهار كامل معنا اليوم من الصباح حتى العشية وهو قالت معنا ما خرجش أولا ما خرجش من الباب الصغيرة كما قلتي وأكثر من ذلك سي عبد اللطيف ويبي ما خرجش باقي مناضل داخل صندوق الأصالة والمعاصرة عبر عليها البارح وحنا متشبتين بها هو عضو بالصفه غادي يحضر معنا هو وزير بحكومه صاحب الجلاله معين من طرف صاحب الجلاله ولكن كمقترح من حزب الاصاله والمعاصره فلذلك سنطلق به مناضل ما خرجش من الباب الصغيره باقي داخل صفوف الحزب والحزب ما كيعاني حتى شي ديسكريبسيون الى واحد في عبد الحق بن الشقر موقع اليوم 24 هل يمكن اعتبار مخرجات المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة كافية كجواب عن أزمة الحزب في قضية إسكوبار وكيف ناقش المؤتمر هذه القضية أم أن هناك أجوبة أخرى سيكون عليكم تقديمها فيما يتعلق بهذا الملف هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل هذا التجديد الذي عرفه الحزب سيكون له أي تأثير على مشاركة الحزب في الحكومة؟ شكرا. كل شيء. أمين العام. إذا سمحوا لي الاخوه الاخوان نجاوب على السؤال الاول وكذلك تعطي الفرصه باش يمشي يتكلم في الموضوع كما عندنا نفس المواقف قضيه هذه قضيه اللي امام القضاء اللي متهمين فيها 25 شخص ما متهمش فيها حزب الاصل والمعاصر لا كمؤسسه لا كمناضلين لا كقيادة جوج الأشخاص متهمين وحنا تنحترموا كلمة القضاء تنحترموا كلمة القضاء إذا هاد الناس اللي معنيين بالقضية القضاء بأن ارتكبوا هاد الجرائم فما يمكن لينا حنا نحترموا هاد القضاء وكما جاء على لسان لا رئاسة المجلس الوطني لا المكتب السياسي حزب الأصالة والمعاصرة ما يضرك حتى شي واحد وحزب الأصالة والمعاصرة ماشي فوق القانون قضية إسكوبار جوج الأشخاص معنيين هذا لا يعني بأن الحزب معني وهذه فرصة باش نقول لكم بأن كل حزب الأصالة والمعاصرة بالروح الديمقراطية ديالو يقبل جميع الانتقادات في مشروعه السياسي في تنظيمه في حصيلته كحزب وانتم نساء ورجال الإعلام هذا هو دوركم كذلك هو ديروا التحليل السياسي ومن حقكم حتى نطالبوكم باش تقوموا بهذا الدور لأن بعض المرات باش تنقراوكم حتى حنا تنكتشفوا أمور اللي تتعاوننا نصحوا مثلا ولكن تنرفضوا كليا لا
كقيادة وكقائدة أي اتهام لحزب الأصالة والمعاصرة. راه موثقين معنيين، كاين موثقين معنيين، ولو قريت في شي جريدة وحدة بأن جميع الموثقين معنيين. كاين رجال الأمن معنيين، هل هذا يعني بأن رجال الأمن كلهم معنيين؟ لا، الله يخليكم، حنا تنأمنوا بالمسؤولية الفردية، واللي دار شي حاجة يتعاقب عليها. واش كان في علمنا بأن هاد الناس كانوا معنيين بهاد الاتهامات؟ أنا نسولكم، واش نتوما كان في علمكم باش حنا يكون في علمنا؟ شنو هو الفرق بيننا وبينكم؟ نتوما مواطنين، حنا مواطنين، لسنا جهاز أمني، وما كان عندنا حتى شي إمكانية باش نعرفوا هادشي، حتى شي إمكانية. يمكن كان شي خلل تنظيمي عندنا، ولكن باش نجي ونقول لكم لا من القيادة لا من القاعدة شي حد كان في علمه، وإلا تبين بأن شي حد آخر معني كان من حزبنا أو حزب آخر أو هيئة أخرى، راه غادي يتحاسب من طرف القضاء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته الشخصية الفردية. أنا هادشي اللي بغيت نقول في قضية إسكوبار، هاد القضية ما يمكنناش نهضر عليها بزاف لأن أمام القضاء وتنحترموا القضاء، ولكن اللي تنرفضوا جماعة قاعدة وقيادة واتهام موجه لهذه القيادة النزيهة المعروفة بالنزاهة ديالها. إلى شي واحد في إخوان بيضيف شي في الشق الجديد الجديد لنا أو المؤتمر اللي دار ما جاش باش يتجاوب مع هذه الإشكالية اللي جاوبت عليها الأستاذة فاطمة زهراء إلى الرئيس. الجديد جا بطريقة طبيعية، وكيف ما كتعرفوا كان المؤتمر درناه في وجديد، وطريقه ديال التدبير الجديده التنظيميه وحتى الورقه السياسيه جات باش تجاوب مع الاشكاليه اللي كنعيشوها في الساحه السياسيه. وانتم كتعرفوا هادشي كنناقشوا مع بعضياتنا، ان كاين هناك اشكاليه للشق السياسي، والحزب اثر المعصره دائما كان كيحاول يجدد الافكار ديالو والتنظيمات ديالو باش يكون اقرب من المواطنات والمواطنين عبر هذه الطريقه الجديده اللي اقترحناها اولا للمناضلات والمناضلين، وعبر المناضلات والمناضلين للمواطنات والمواطنين. التخوف ديالنا وقلناه وقالوا الاخوان هو طيحوا في الاشكاليه ديال 2007 اللي علاش تاسات الحركه اللي كنت مخطط انذاك والاسره والمعاصره. بغينا المغاربه يساهموا في العمل السياسي، يشاركوا في العمليه السياسيه والعمليه الانتخابيه، وباش يساهموا خص يكونوا مقترحات اللي كيتجاوبوا مع الاشكاليات ديالهم. داكشي علاش اليوم فكرنا في طريقه جديده للتدبير، وبالطبع لابد ان وهذه الندوه الصحفيه غتساعدنا باش نزيدوا نفسروا الطريقه الجديده للتدبير التنظيمي الحزبي باش انا ذاك يكون واحد التواصل شعبي مع المغاربه. وهذا الشيء مره اخرى كنرجعوا معنا السيد الرئيس الحركه لكل الديمقراطيين ومؤسس لحزب الاثاره والمعاصره، كنرجعوا لما قاموا به المؤسسين اللي هو لقاءات شعبيه مع المغاربه ينتقدوا عندهم الحق، هذا راه مؤسسه ديالهم، والانتقاد مهم باش انا ذاك بشوي كنربحوا الثقه ديال بعضياتنا. وشكرا سمير. كان سؤال ثاني سي وديع، كان سؤال ثاني تاع التحالف، انا اللي بغيت نقول لكم هذا التجديد لي اساسي كرساله من حزب الاصاله والمعاصره. حنا فاش دخلنا لحزب الاصاله والمعاصره لا سي مهدي بن سعيد لا سي صلاح ابو غالي لا الاخت نجوى بوس، كانت اول تجربه سياسيه لنا، وكنا بحال واحد مجموعه من الشباب المغاربه اللي ما تيامنوش بالسياسه، وقلنا لما لا؟ احنا دائما من الناس اللي تنتقدوا خارج الساحه السياسيه، وتنجيو وتنقولوا الاحزاب السياسيه موسخه وما فيهاش سميتو وما كاين امال وما كاين خطاب سياسي وما كاين رساله. جات انا ذاك الحركه اللي كل الديمقراطيين، وكلنا جينا كمواطنات ومواطنين، وشنا هي الحركه اللي كل الديمقراطيين في الخطاب السياسي ديال الحركه اللي كل الديمقراطيين، هي اللي عجبنا فيها والتساؤلات على المستقبل، الخيرات ديال واحد الجيل جديد داخل الشأن السياسي. وانطلقنا حزب الأصالة والمعاصرة ودرنا تجارب محلية ووطنية، كنعتبروا بأن ماشي حنا اللي كنقولوها المناضلات والمناضلين
أكثر من المناضلات والمناضلين المواطنات والمواطنين اللي جددوا فينا ثقة في واحد المجموعة ديال المحطات الانتخابية. واعتبرنا بأن بعد 15 سنة خطاب تأسيس كان حزب الأصل والمعاصرة جا باش يخلق جيل جديد. جيل جديد لا جينيراسيون بام. 15 عام بعد لا جينيراسيون بام مستعدة باش تقود حزبها بالقيام ديال تأسيس. فيما يخص تحالف الحكومة، تحالف الحكومة ما تيقرروا لا سي خشيشن لا سي بن سعيد لا فاطمة زنزور. عندنا أجهزة، عندنا تنظيمات، المجلس الوطني هو اللي تيقول كلمته. واش اليوم عندنا شي سبب باش نعاودوا النظر؟ حنا غادي نجاوبكم كوزراء، كاين حتى شي حاجة اللي تجعلنا نديروا هذا الموقف ونخرجوا. وأكدها السيد الأمين العام خلال الكلمة ديالو في افتتاح المؤتمر الخامس. المجلس الوطني سيد نفسي إلى المجلس الوطني جاب هذا المقترح، احنا دائما تنخضعوا للتنظيمات ديالنا والقواعد ديالنا، وديك الساعات غادي نجاوبوا مع المجلس الوطني كاين اللي غادي يدافع باش نلقاو كاين داخل المؤتمر. تداخل المؤتمر وكان نقاش قوي وطويل وعلى الورقة السياسية اللي ترأسها سي أحمد خشيشن، اللي هي في الحقيقة وثيقة سياسية اللي أنا تنقول لكم قراوها، لأنها وثيقة سياسية مختلفة كليا مع الوضع السياسي اللي كان. وخصنا لكم تقراوها بأن كان عمل وكان نقاش داخل اللجنة اللي كان في مستوى عالي جدا. اجمع الاسئله. question pour madame Mansouri de Média 24. Vous allez inaugurer un système de direction collégiale qui est assez original, mais on aimerait bien savoir comment le fonctionnement, comment le rôle de chacun, votre rôle en particulier madame Mansouri. Vous étiez pas très chaude pour prendre la direction du parti, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui aura le dernier mot dans cette direction? Est-ce que vos voix se valent? Est-ce que vous êtes trois, donc est-ce que deux voix suffisent? Quel est le rôle de chacun? Merci. C'est vous aussi Samir de Média 24? Voilà. Écoutez, si Samir, c'est pas que j'étais frileuse à l'idée d'y aller, c'est mon tempérament. J'ai considéré à ce moment-là que j'ai deux fonctions énormes. J'ai la confiance qui m'a été, j'ai eu l'honneur d'avoir la confiance des citoyens de Marrakech. Et c'est une responsabilité qui est lourde, la responsabilité locale est lourde. Et j'ai eu l'honneur d'être nommée par Sa Majesté, membre du gouvernement, en charge d'un département éminemment important. Donc la question se posait, est-ce que j'avais besoin, en plus de cumuler des fonctions organisationnelles. Et c'est ce qui a valu qu'effectivement, pas une hésitation de ma part, jamais je n'hésiterai à servir le parti et à servir mon pays. Jamais, jamais. Ça, soyez assurés que j'ai un engagement plein et entier. Certains ont fait des choix de carrière dans la finance. Donc moi, j'ai fait un choix de servir mon pays en toute humilité et avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour et de passion. Il se trouve que, étant une enfant de ce parti et ayant souvent pris position, vous commencez à me connaître, je suis une grosse gueule, il m'a été demandé par la jeunesse du parti de contribuer au renouveau. Et dans ce renouveau, il y a eu une discussion. Est-ce qu'on devait aller sur le scénario classique? Et très sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Élire un secrétaire général, et rebelote, et refaire la même chose. Je disais, nous sommes arrivés avec ce slogan extraordinaire de « nous voulons faire les choses différemment ». Il est temps qu'on ne laisse pas la scène politique nous imposer ses règles, mais qu'on impose nos règles. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'un collège avec une jeunesse du parti qui a fait ses classes au sein du parti et qui se connaît, qui avec le temps, en 15 ans, devient une famille politique, qui se respecte. La décision, je vais vous dire, la démocratie n'est pas nécessairement le vote. Le consensus est un exercice démocratique.
très souvent au parti, nous prenons la décision dans le consensus. C'est des fois un consensus douloureux qui peut durer des heures, des jours, des mois, mais nous arrivons à atteindre le consensus. Donc n'ayez aucune crainte. Nous sommes un secrétariat général à 3 personnes. Ça ne veut pas dire que nous serons un secrétariat général à 3 têtes. Le Conseil national m'a fait l'honneur, sur proposition de mes deux amis, Sim Zaid et Sia Boulrali, d'être la coordinatrice de ce collège. Je serai la coordinatrice parce qu'il faut une représentation légale aussi du parti. Et nous gérerons les choses comme nous le faisons depuis 15 ans, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de détermination. Et ce n'est pas inédit, ça a déjà existé. Mais effectivement, dans le passé, ça existait quand il y avait des crises interne aux partis politiques. Nous n'avons pas de crise et nous faisons le choix du collège parce qu'on pense qu'aujourd'hui la politique n'est plus celle du Zaïm, que la politique est celle de la réalité, qu'on n'a pas besoin de personnaliser un projet, mais que le projet doit prendre le dessus sur les personnes. Donc voilà un petit peu, et on vous rassure, tout se passera très bien. On travaille ensemble depuis suffisamment longtemps, croyez-moi, et être à la hauteur des attentes des militants et des militantes. Salam alaikum, Ashraf Bel Mouten et la TV. سؤال ديالي اليوم الاستاذ فاطمة زهراء هذا الامانه والله ما عندنا الصفه ديال الامينه العامه ولا نقولوا المنسقه ديال اللجنه ولا يعني حتى الصفه ما عندناش باش نقدروا نقول يعني الصفه الرسميه اللي نقدروا نلقبوك بها اليوم على راس هذا السؤال ديالي الاول هو كنا كنشوفوا ان جميع قياديين الحزب الاصل والمعاصره كان اجماع على فاطمة زهراء المنصوري يعني ما كاينش خلاف على فاطمة زهراء المنصوري ولكن كما كنشوفوا ان الاستاذ فاطمة زهراء المنصوري رافضه بتاتا انها تكون امينه عامه ولكن اليوم كنشوفوها مترأسه للجنه يعني شنو اللي تغير شنو اللي تبدل واليوم بحكم انك وليتي قياده في الحزب ومسؤوله على الحزب شنو تقدري تجاوبي بحكم انك الصفه انك تقدري تجاوبي على امين عام ديال حزب اخر لا سي بن كيرام اللي كيقول الحزب انه حزب مخدرات سؤال غادي نقدر نوجهه اخير ما عرفتش واش الاستاذه نجوى او الاستاذ ابو الغالي غير إجابة بسيطة هل الوجود ديالكم اليوم كان بناء على وجود ديالكم أو تواجدكم اليوم على قيادة حزب هل كان بناء على رغبة المعتمرين أو طرف آخر بعيدا عن الحزب؟ سؤال وجيه. سي أشرف. الحق اللي شجعني هما الفيديوهات ديالك مثلا غادي نبدا بالجواب على ما يقول سي بن كيران. سي بن كيران احنا في حزب الاصل والمعاصرة نحترموه لان كان رئيس حكومة وغادي نحترموه الى الابد لان واحد لقطة قال حكومة داخل المملكة ديالنا. لكن غنجاوبو كأمين العام ديال حزب العدالة والتنمية وكانوا حاضرين معنا في المؤتمر وتنشكرهم لأن فاش تيجيو تأكدوا بأنهم تيحضروا الجميع اللحظات الديمقراطية ديال بلادنا وحزب الأصل والمعاصرة حزب ديمقراطي. سي بن كيران ماشي عاد تهمنا سنوات ولكن حنا كان موقفنا ما غاديش نجاوب لان احتراما للمغاربه كنبغيوش نهبطوا المستوى في النقاش كنحاولوا نهضروا على مشاريع كنحاولوا نلقاو حلول لانتظارات وتطلعات المغاربه والمغربيات خاصه في هذه الظرفيه تعانيو وتعانيو الكثير والحلول ماشي دائما سهله نلقاوها وكنتمنوا نكونوا في مستوى الانتظارات ديالهم واللي حشمنا معاهم. كاين سي بن كيران كان دار واحد صريح وعاود أكدوا البارح بأن حزب الأنصار والمعاصرة حزب تاع المخدرات وكان هو بعلمه كان يقولها سنوات هذه خصوصا بن كيران يوم يجاوبنا كحزب إما كانوا مزايدات سياسية ولا كانت مزايدات سياسية سمحها الله لا هو لا الآخرين إما كانت عنده شي معطيات ومعلومات
وترتبوا من القضاء باش يتصنتوا ليه. هادشي اللي كان. السؤال الثاني، علاش بدلت وجهة النظر ديالي؟ ماشي بدلت وجهة النظر، انا ما عمرني اعلنت بان غادي نسحب من حزب الاصاله والمعاصره ولا ما غنتحملش المسؤوليه. ماشي عاد وليت قياديه، انا قياديه منذ سنوات داخل الحزب، وكانوا معارك ما عمرني كنت بعيده عليهم، وبقيت من الناس اللي متشبتين وهما كثار في الحزب. كان فقط اراده شخصيه باش نعطي الوقت الكافي لهاد المسؤوليات، هما مسؤوليه اللي وضعوا هي مواطنات ومواطنين تاع مدينه مراكش. انت واحد النهار درتي واحد الفيديو وقلتي واحد شكون هذا الشخص اللي يقدر على 41 مليون المغاربه، وتتعرفوا حبي لمدينتي وتتعرفوا حبي للناس تاع هذيك المدينه، ومن المفروض باش نبقى ونستمر في العمل داخل مدينه مراكش. في نفس الوقت عندنا اوراش مهمه في الوزاره، وانا هي بنادم، انا انسان بان لي بان هذه المسؤوليه ثقيله، وطموحنا كقياده جديده طموحنا عالي جدا. كما قال الاخ مهدي بن سعيد، طموحنا هو نعاودو نهبطو كما جا الام تي دي ونتصنتو المغاربه في جميع جهات المملكه، ونتصنتو لهم بتواضع ونقول لهم فين نجحنا وفين فشلنا وكيف غادي نصحو الامور. بغينا في نفس الوقت عندنا وثيقة سياسية من مستوى عالي، بغينا نزيدو ندققوها باش يكون عندنا عرض سياسي واضح، باش إلا خرجنا عند المغاربة يفهموا شنو هو العمل اللي بغينا نقوموا به إلا مشينا أمامهم في الاقتراعات في سنة الاقتراع المقبلة. دونك ماشي تبدلي، ما تبدلي حتى حاجة، ما تيسيريش على شي واحد يبدل لك، واللي تيعرفني عن قرب تعرف بان فاطمة الزهراء حنينه وفاطمة الزهراء ضيفه، ولكن فاطمة الزهراء كذلك عندها شخصيتها وعندها قناعتها وما مستعدش تنازل عليها. اللي قنعني هو النداء ديال الشباب في الحزب. انا كنت دائما تنادي باش المراه والشباب والجيل الجديد، وقبل مني نادى صاحب الجلاله بتجديد النخب، واليوم كاين جديد النخب. نادى صاحب الجلاله بتخليق الساحه السياسيه، وغادي نشتغلوا مباشره بعد هذا المؤتمر على ميثاق اخلاقي. فلذلك حنا نتمشاو مع الاراده المغاربه وكذلك مع التوجيهات الساميه تاع صاحب الجلاله. الصفه راه قلتها منسقه. منسقة ديال الأمن العام. واش الأمين العام ضروري يكون شخص واحد؟ تقدر تكون مؤسسة. واش أشرف أنت شاب وداك الشيء وداك الشيء في الابتكار؟ حنا ابتكرنا دابا زبنا عليك. شكرا كنشكر النساء ورجال الإعلام الحاضرين لهذ الندوة الصحفية، والسهر ديالهم أيضا على تغطية المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأسرى والمعاصرة. سي أشرف، عفوا على اللي جا في الكلام ديال السيدة منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، لهذا هو المصطلح وهو ليس مصطلح اللجنة اللي استعملتي، حنا ما عندناش لجنة للقيادة هي، وهذا كاين في المفاهيم السياسية اللي ممكن أنك يعني تمشي تطالع يعني على التاريخ ديال القيادات الجماعية اللي كانوا في الأحزاب السياسية ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كامل. وثانيا أن حنا اختارينها كأمانة عامة ثلاث اشخاص اللي غادي كل واحد عنده صلاحيته، ماشي تخواتات كيف جا، ولكن عندنا واحد الصلاحيات اللي مشتركه داخل هذه القياده. هذا الموضوع اكيد انا قبل ما نجاوبك على السؤال كان موجه مباشره، هو اضافه فقط لما جا في الكلام ديال السيده الموسيقى، هو انه احنا كنا كننتظروا بانه غادي تكون هذا الاندهاش ربما وهذه علامه الاستفهام الكبيره من طرف لا سواء النساء ورجال الاعلام ولا حتى الاحزاب السياسيه الاخرى ولا حتى المواطنات والمواطنين، لان موالفين شخص وحنا عينا وانا هي كشابه مغربيه جيت من الشعب المغربي، بنت الشعب، ماشي جابني شي حد، وما كنتسناش حتى انا بدوري التليفون عند شي حد وما كيدافع عليا شي حد. جينا لهذا الحزب اللي شكل الاستثناء في التاسيس ديالو، ودائما واليوم قررنا في سنه 2023
أنه 2024 أنه يخلق دائما ويبقى على هذا الاستثناء، استثناء حتى في طريقة السير، لأنه قبل الشباب المغربي والمواطنات والمواطنين كاملين مني كيشوفوا الأحزاب السياسية كيلصقوهم الأشخاص، ولكن إحنا هاد الأشخاص واش كيتواصلوا مع جميع المناضلات والمناضلين؟ واش كيشرفوا على جميع، يعني واش كيشرفوا على الأهداف الأساسية اللي سطرها الدستور المغربي للأحزاب السياسية والأدوار ديالها اللي هو التطير والتكوين وإنتاج نخب جديدة؟ ولذلك فقيادة جماعية أكيد أنها غتخلق علامة الاستفهام، وحنا من بعد غادي مع التجربة غادي تشوفوا الاستثناء ديالنا فين كيتجلى، وغادي تعرفوا بأنها وغادي نشفوها التجربة، غادي نشفوها لأنه الفريق عندما يشتغل من نفس العائلة وبنفس المبادئ وبدون إنزالات وبدون تعليمات، ومن يريد معرفة تاريخ الأسرة والمعاصرة سيجد دائما هذه الأسماء كانت حاضرة في جميع هياكل ولها تراكمها النضالي، سواء على المستوى التراب الانتخابي ولا التراب التنظيمي. وبذلك فهذه علامة استفهام كانت تفهموها والإجابات غادي تجيكم مع الزمن حتى تعرفوا أنكم توالفوا مع هذا الكونسيبت الجديد اللي جابوا حزب أسرة والمعاصرة من خلال المؤتمر الخامس ديالو. المشاركة ديالي ولا ترشيحي ولا تزكيتي أو لا حتى السؤال اللي طرحتي عليا في القاعة ديال علاش ما كانش مرشح آخر لرئاسة المجلس الوطني، هذا ممكن تسولوا أعضاء المجلس الوطني. إحنا كيف قلنا لك وكيف قلت لك بأنه الإجماع والتوافق هو أيضا أحد وسائل الديمقراطية، فالأعضاء ديال المؤتمر ولا الأعضاء ديال المجلس الوطني إذا كان ما عندهم شي اختلاف ولا شي اعتراض، الأكيد المناضلين ديال الأسرة والمعاصرة ما ساهلينش، وأعضاء المجلس الوطني ديال الأسرة والمعاصرة ما ساهلينش، وشفتوا كيف كيدوزوا المؤتمرات ديالنا ولا ربما حتى الصحافة راها غطات بعض الأحداث، يعني ما يمكنش أنهم يقبلوا بشي حاجة إلا ما كانوش متفقين عليها، وهذا هو اللي خلى أنه إحنا ما كانش مرشح آخر لرئاسة المجلس الوطني، وكنت اعتز بهذا الثقة اللي عطاوني المناضلات والمناضلين لا سواء أعضاء المجلس الوطني ولا حتى اللي كيتواصلوا من الصباح اللي كيعيطوا باش أنهم يهنئوا برئاسة المجلس الوطني من جميع ربوع المملكة وخارج المملكة من المناضلات والمناضلين، لذلك ما إحنا ما قال لي حتى شي حد ترشيحي من غير مناضلات حزب الأسرة والمعاصرة اللي بغاونا أننا نشتغلوا كشباب وشابات ونساء ورجال هذا الحزب منذ تأسيسه. وشكرا. يخليك باب الإضافة لأن هذه المسألة مهمة وهذه فرصة يمكن ما غاديش نعاودوا نتلاقاو عن قريب هكا كمجموعة مورا واحد الحدث واحد المحطة تنظيمية، هذه فرصة بغيت نوجهها الله يخليكم. المرأة المغربية بينات حقيقتها، بينات القدرات ديالها، بينات الصدق ديالها، بينات روح المواطنة ديالها، فلذلك أرجوكم أرجوكم لأن هذه المسألة تنشوفوها مع النساء بزاف. حاجة تانية، احنا حرقنا وتعرفنا وتعشنا وتحرقنا واتفقنا وزدنا القدام ودرنا معارك قوية وما قالينا حد نديروها إلا قناعتنا إلا تشبت ديالنا بحيث الأسرة والمعاصرة، وكل شيء تعرف الصدق ديالي والصراحة ديالي. فأرجوكم أرجوكم ما تقلوش من قيمة المرأة المغربية. شكرا. انا بغيت ندور انا في الدور ديال المطرح. انا طبيعتي تنبغي ندير واحد الكلمه، راه بلادنا فيها الخير، راه ماشي كلشي ما مزيانش وشي كلشي حرام وكلشي، راه عرفت انا علاش دائما هذاك الأكتور بوليتيك هو اللي كيكون دائما فيزي، ما فهمتش هاد القضية. إلا كاين الفساد، الفساد راه كاين باغتو ماشي فقط في الأحزاب السياسية، إلا كاين المعقول راه كاين باغتو مكاينش فقط في الأحزاب السياسية، وإلا كاين الناس مزيانين راه كاينين باغتو، حتى نتوما الصحافة فيها ناس مزيانين وفيها هذا، ولكن راه في جميع لي كور دون تو لي كور راه كاين الخير وكاين شويه ديال اقل الخير دون ذلك كما قال الله سبحانه. وسوره الاسراء اش كيقول الله سبحانه وتعالى؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
صدق الله العظيم. انا ما عرفتش واش فهمنا هذه المساله هذه. احنا ماشي ملائكه، ولكن هذا ماشي معناه انه ما غنغلطوش. انا تندبر الشان العام دوبي دابا 15 عام من نهار التحقت بهذا المشروع الرائع جدا، وانا رئيس مجلس الاعلامي، رئيس هذا البرلمان الاول، البرلمان الثاني، زعما شنو في هذه 15 عام ما غلطتش انا؟ واذا ما غلطتش كيفاش غنتعلم؟ وهذا الحزب اللي فتح لي ابوابه انا ما تعرف فيه حتى واحد، لا خويا لا اختي لا عمتي لا خالتي لا جدتي لا خصهم. وصراحه راه تافه، وبديت كنوهات وبدينا تنخدموا تنشتغلوا الى جانب هذا الفريق اللي تتشوفوا هنايا، نجوى اخت فاطمه الزهراء والاخ مهدي، بديت معاهم لا ميم ايكيب ميم فالور ميم هذا وهذا. وبالتالي اللي بغيت نقول حنا اليوم هذا 15 عام دازت، حنا اليوم ربما اللي كتشوفوا اليوم هو انه واحد الفريق عملي بدا 15 سنه اليوم غياخذ لي كوموند. فوالا واحد الناس تربوا في واحد الحزب، تعلموا في واحد الحزب. اذا بغيتونا نديروا السياسه حنا لي جون، ياك نتوما صحابه كنتوا تقولنا علاش عينا من كذا وعينا من الشرف وعينا من كذا، وحنا بدينا حنا دابا تعلمنا، حنا غادي نبداو دابا نخدموا وناخذوا قرارات. ونتمنى نشوفوها بحزب اخر. اذا خدينا قرارات كونوا على يقين غنغلطوا، ولكن ما خلعناش، لانه كنقولوا حنايا واحد الكلمه اللي شطح ما درك لحيتو. حنا غندخلوا دابا صافي غناخذوا قرارات وكونوا على يقين هادشي ديال تخليق الحياه العامه من اول الاوراش اللي غنبداو فيها. باسكو حتى حنا ما رضيتش كيف ما تنتوما، ولكن خصها تعطينا فرصه شوفوا واش غنديروا. انا شخصيا سبق لي ديجا خديت قرارات صارمه قبل، كنت مسؤول جهوي في واحد الفتره من 2013 حتى 2020. إلا كاين شي حزب سياسي في المغرب اللي طرد رؤساء هو البان. انا طردت 5 رؤساء برلمانيين، هادشي ربما نسيتوه على شبهات كثيره، ولكن نيت انا مسؤول. واليوم هادشي هاد الصدمه اللي تكلمات على الاستاذه ووضعتوا لها الاسئله، هذه الصدمه اللي حنا كاملين هاد الناس القياديين معنا في الحزب كانوا اصدقاء وكانوا كذا، حنا تصدمنا. ولكن نتوما واش غتهمونا حنا كاملين فاسدين؟ واش اذا كان شي واحد في واحد الجسم معين واش غنتهمو كل شيء؟ خصنا شويه نصفو بعضياتنا، انا حنا ماشي ملائكه. الحاجه الثانيه سيدنا الله ينصرو تكلم على تخليق الحياه العامه في البرلمان والمنتخبين، حنا غنبداو بهذا الشيء. عندنا عامين بور 2026 انتخابات، ما بين الاوراش اللي غنبداو فيها هو هذا الشيء ديال تخليق الحياه العامه. غنديرو ان دفتر تحملات والتزكيات كلها ان شاء الله غدوز عبر لجنه الاخلاقيات من اجل كذا وكذا 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 وكذا، وغادي نشتغلوا مع المنتخبين باش يفهموا انه راه كيبدلوا الحزب اصلا معاصر ماشي منتخب ديال راسو. والسيد الرئيس خشيشن من اليوم غادي يتحمل المسؤوليه ديال الاكاديمي، سي بور بريباري لي جون اي لافنيغ ديال الشباب ديال غدا، باش تكون عندنا واحد الارساء ديال واحد الفكر السياسي باني. سي بور سا كو نوز انونسي الاكاديمي. و اخر مساله هاد القضيه ديال بعض الاسئله، شكون اللي قال لكم زيدوا؟ وما فهمتش هاد الشيء. ربما افكتيفمون انا نتفق معكم، كان حتى انا كنسمع هاد الشيء في البرلمان، هذا بعض المرات قالوا شي عفاريت، انا بعدا ما عمري شفت عفاريت، ولكن كنسمع هاد المكسيك بوليتيك انا كيضرني في خاطري. حيت علاش؟ حيت انا مغربي وقريت في المغرب وكبرت في المغرب، وغادي على بين سا ماجيستي باش كل ما نهتموا بالعمل السياسي دخلنا. لكن اليوم حنا ما غنديروش هذا الشيء، لا انا لا اخت نجوى لا هاد الناس، حنا ما تعرفوش شنو هذا الشيء ديالك، شكون اللي قال لكم دير كيفاش قال لنا شكون الى شكون غادي يقول لي انا ما فهمتش انا. حنا قلنا اليوم انه في 2020 حنا من الناس اللي كنا درنا واحد لابيل نداء المستقبل، كنا كنطالبوا بالتغيير. جاء انا ذاك السيد الامين العام سي عبد اللطيف الوهبي اليوم ذاك التغيير، التغيير اللي كان طلبناه احنا النداء المستقبل اليوم غادي نكملوه بطريقتنا، وديك الساعه نشوف ان شاء الله غادي يكون خير. ولكن خصكم تعاونونا، وانا متفق معكم خصكم تنتقدونا، احنا ما غنسدو الباب على حتى شي واحد. نقول لكم واحد القضيه، الانسان اللي كيتحمل المسؤوليه ديال لا شوز بيبليك خصو يفتح قلبو ويتقبل الانتقال. انا كنهضر على راسي، مني انا واش خصني نتقبل الانتقال،
الانسان اللي كيقول لا الصحافه ما تكتبيش ولا الصحافه ما تقوليش ولا صحافه كذا، حنا راه جينا نعريو على الاخطر، غنعريو على كلشي حنايا. ما عندك برافو. الا درت شي نهار الا شي نهار خصك تدرب ندير الملعب، ابداو بيا انا الاول. ابداو بيا انا الاول انا انا. ولكن ياك بغيتونا ان بارتي بوليتيك افيك دي جون افيك دي جون بروبر انتيغري دو بروبيتي، وحنا جينا غناخذوا قرارات ما غاديش تعجب كلشي. هاد السياسه راه ماشي باش نديرو مزيان مع كلشي، انا ما كنقلبش على كلشي يحبني، ماشي هذا هو الهدف ديالي نهائيا. انا كنقلب على انه نشارك ونكونتريبيو في بلادنا في المستقبل، ولكن ما ترحموناش، ولكن عطيونا فرصه، ما نبداوش من النهار الاول زعما راه زعما كلنا مسلمين وكلنا مغاربه تحبوا بلادنا. وشكرا جزيلا. من باب الاضافه قال لك الاخ صلاح حنا مجموعه وتنعرفوا، هي باش نقول لكم حنا راه ماشي بوحدنا داخل هذا الحزب، وكان كاين جيل كله طموح، ما خصناش نخوفوا هذا الجيل. ها هما هما واقفين هنا، ها ها الاخت هدى السيكاوي هوديع هوديع كومينيكون هوديع هوديع ها اديب بن ابراهيم اكسبريشن كلاب ها زهر وهابي ها لطيفه من المغاربه المقيمين في الخارج ها سيما بن زبير مهندس واطار كبير راه عندنا الالاف ما شفتكمش انتوما ها بدر ها ياك ومعنا الناس المؤسسين الاخت فاتحه العيادي اللي كانت اول لائحه فرحمنا قبل كاع ما يتاسس الحزب فلذلك الله يخليك فينا هو الاخ سمير بن فقيه اطار كبير استاذ جامعي وكان من المؤسسين حتى هو ديال الحزب وهما الاخوان من اول الميكروفون شكرا. حسني تبهير من صحيفة الأيام الأسبوعية. بداية يعني نرجو لكم بالتهنئة على الثقة اللي وضعها فيكم الفامية، ونتمنى لكم النجاح. ما غاديش نناقشوا يعني الاختيار ديال المؤتمرين القيادة الجماعية لأن هذا شأن داخلي ديالكم، لكن يعني احنا كصحفيين اللي تيهمنا يعني هو انه يعني طوال هذا اليوم راجت واحد المجموعة ديال اللوائح ديال هذه القيادة الجماعية، الثابت فيها هو فاطر الزرار منصور والسيدي محمد المهدي بن سعيد، والثالث كل لحظة تتغير يعني، وحتى ذاك التأخر يعني اللي تأخرتوا في الإعلان عن انتخاب الأمانة العامة، يعني غدا هادشي شائع، برا يخرج تخرجوا بجوج مع سامي الخضار، برا مع رشيد العبدي، مرة مع الصيباري، وشتي الغالي ما يعني ما حتى حد ما ذكروا، يعني كان مفاجأة ديال المؤتمر هذا، يعني نعرفوا حقيقة هاد النقاش اللي كان يعني في الكواليس عندكم، تتوسطوا لهذ التركيبة هذه، هذا سؤال أول. سؤال ثاني تيتعلق يعني بغياب الأمناء العامين السابقين الأمس على الجلسة الافتتاحية، وين تفسير الغياب ديالهم، خصوصا يعني وأن المؤتمر تيجي بعد مرور 15 سنة، والسي محمد المهدي بن سعيد كان سبق له في الاجتماع ديال اللجنة التحضيرية الأخير اللي كان في الكاك نهار 22 نوفمبر، قال بأن يعني المؤتمر غادي يكون احتفالي، وأنا شخصيا كنت نتوقع أن الأمناء العامين يتم تكريمهم في هذيك الجلسة الافتتاحية البارح، يعني بناء يعني أسباب غياب هاد الأمناء العامين على الحضور. وسمحوا لي يعني غير سؤال ثالث موجه للأستاذ أحمد خشيشن بخصوص الأكاديمية، يعني بغينا بعض التفسيرات على هذه الاكاديميه اللي تم الاعلان عليها، وكيفاش يعني غادي يتم اشنو الاليات اللي غادي تشتغل بها، وشكرا. جمع جمع حتى تجاوب لي وجمع كل شيء. جاوبك ونجمع. فيما يخص المعلومه رجل اسمى بعد هذه الاسماء كل هذه راج تستحق تكون في هذه القياده الجماعيه، ولكن عندنا خيار واش خمسه واش ثلاثه، كان نقاش مطول والمؤتمرين والمؤتمرات قرروا ثلاثه الاشخاص في هذه الامانه الجماعيه.
كلهم الاسماء للاخ راشد العبدي لسي سمير قدار للاخرين يستحقوا وغادي نشتغلوا معهم كفريق واحد. وانا عاجبني الحال لان دائما حنا البيت ديالنا كان فيه لافونس كتخرج المعلومه ما عندنا ودائما نجيو للاجتماعات ديالنا كنقولوا ما يمكنش وحنا هذا شان داخلي وطلقوه في الاعلام وعلى الاقل احنا بدينا كنجددوا طريقه الاشتغال وخلينا السسبنس حتى لاخر لحظه. والاخ صلاح ابو الغالي كان من الناس المقترحين وخلينا حنا المؤتمرين والمؤتمرين اللي اختاروا وهذا الشيء اللي بغيت نقول فيما يخص الاكاديميه. نعطي الكلمه لسي هاو السؤال ديال لؤمان العامين. يمكنني نقول لكم هو كان كتب سياسي ولا سعد لطيف وهبي حرص اشرف شخصيا باش يصف الدعوه لكل واحد فيهم. اعتذروا لاسباب شخصيه على سفر اللي ما قدرش يجي وكنا ما نكذبش عليكم حتى حنا كانت عندنا رغبه باش يحضروا معنا باش نبينوا بان كاينه واحد الاستمراريه. كاين البعض اللي عبروا كاع على مواقفهم داخل الاعلام ومن حقهم، ولكن انا متاكده بواحد الحاجه وهما اللي تابعوا هذه الندوه الصحفيه هما جد فخورين لان هما اللي قنعونا نهار الاول باش ندخلوا ونكونوا الجيل اللي غادي يغير الساحه السياسيه في المغرب. اضافه لداكشي اللي قال الاخ صلاح ابو الغالي، انا تنفكر فاش سي خشيشن غادي ياكد هادشي احسن مني، فاش تاسس الحزب تاسس من بعد ما الحركه الكل الديمقراطيين مشات عند واحد مجموعات الاحزاب كتقول لهم انفتحوا على جيل جديد، انفتحوا على طاقات، انفتحوا. ونهار ديك الساعه الساحه السياسيه كلها ضد الطام لان الطام خوف الحركه، فلذلك قرروا ان ذاك القياديين باش ياسسوا حزب سياسي. هذا هو اليوم غادي ننطلقوا مقاربه جديده تخليق الساحه السياسيه. حنا غتكون عندنا الجرأه ناخذوا قرارات كيف قال صلاح ابو الغالي وما غاديش تعجب من هذا المنبر. تنتمنى باش الاحزاب السياسيه كلها تنخرط، الاحزاب السياسيه كلها تنخرط في نفس المساله الا بغاو الخير للوطن. بالنسبه للاكاديميه طبعا الكل كيعرف بان هذا مشروع مؤجل الى حين بالنسبه للعصر المعاصر من دي مده. اولا ماشي بدعه، انتم كتعرفوا بان اغلب التشكيلات السياسيه العصريه والحديثه كتشتغل بادوات اللي الغرض الاساسي من الشغل ديالها انها كتدعم انتاج القرار السياسي. الوثيقه اللي اعتمدناها البارح كتفصل بشكل مدقق المهام ديال هذه المؤسسه. اول شيء هو العمل الاساسي اللي انتم كتعملوا يوميا، ولكن الطبقه السياسيه ما كتقومش به اللي هو لافاي شنو كيوقع. حنا كنعرفوا بلادنا عندها الحمد لله واحد الزخم كبير النشاط السياسي اللي كتعرفوا، وكاين واحد العدد ديال الاسئله تطرح يوميا ما عندناش القدره ان نواكبوها كهيئات سياسيه لان كل واحد فينا كيفاش مشغول. المساله الثانيه اللي هي اساسيه وهو اننا عندنا واحد العدد ديال الملفات على المستوى السياسي والثقافي وكذلك الاجتماعي اللي حاضره بانتظام وكتطلب كل مره ان تكون اجابات من الطبقه السياسيه، وفي اغلب الحالات كنتفاعلوها في اطار رد الفعل. كنحاولوا من خلال هذه المؤسسه ان الاشتغال كله يكون معقل. الاعتبار الاساسي انتم كتعرفوه، احنا الان عندنا 7 ديال الوزارات في التشكيله الحكوميه، كنسيروا 4 ديال الجهات، كنسيروا العشرات ديال المجالس الاقليميه، وكنسيروا ما فوق من 300 جماعه محليه. هاد المهام كتطلب من هاد القيادات كلها هي مجتمعه انها تكون عندها معطيات مدققه من اجل صياغه الاجوبه المنتظره. كنتمناو ان هذه المؤسسه يكون عندها الطول. بالاضافه لهذا الشيء وغنكون مختصر، كاين طبعا مهام مرتبطه بالتكوين. الا خدينا مثلا غير المساطر القانونيه اللي كتاثر العمل السياسي فمستجدات يوميا، مواكبين هذا الشيء. ماشي انا ما عنديش الضمانه بان هذاك رئيس الجماعه اللي كيشتغل وسميتنا في تيزنيت عنده القدره انه هو بوحدو المجهود الذاتي انه يتوصل بالتحيل ومطلوب لهذه المعلومه. كنتمناو ان هذه المؤسسه تشتغل وفق هذه الضوابط وفق هذه التوجهات، طبعا بالتوجيه المباشر ديال القياده ديالنا، ولكن كذلك باحترام كل الضوابط اللي كتعرفوها ديال العمل الرصين، البحث الاكاديمي،
مرجعية المؤسسة وطبعا تجويد الخبرات اللي كنعتقد بأنها ما كايناش غير في الحزب كيمكن لها كذلك تستعمل خبرات خارج الكفاءات المتوفرة. مساء الخير احمد ارقامي يوم الصباح بعد عشرة الأسئلة. انتم كتنفوا بصفة عامة كاين أزمة لكن الظاهر ان كاين قيادة جماعية صارت العادة في الحزب كيكون أمين عام نائب أمين عام أول ثاني ثالث وكاين المكتب السياسي وكاين المجلس الوطني والشبيبة الحزبية والنسائية يعني عامة غيكون مشترك. علاش بالضبط ثلاثة؟ علاش ما كانش ممكن يكون صناديق اقتراع كيف ما دار الاحزاب التقليديه مرات عديده كانت نقاشات حاده وصراعات كانت تمشي للشقاق مشاو صناديق اقتراع واختاروا الامن العام. يعني بغينا نعرفوا اللغز ديال هذه القيادات الثلاثيه واش فعلا حيت الهروب من الكلمات ان ما كانش ازمه والابتعاد من يسمى بالزعيم. الزعيم راه عنده وصف اخر ماشي هو الامين العام. الزعيم راه هو الحكيم من ناحية الدراسة السوسيولوجية هذه على الأحزاب هو اللي يقدر يحل المشاكل ويدير التحكيم. أما الأمين العام فهو أمين العام ينتخب وبعد مرور 4 سنوات ممكن تجديد ممكن ماشي تجديد. السؤال الثاني أنا قيادة جديدة مؤتمر مجلس وطني جديد واش إلا جا التعديل الحكومي باش غديروا مع الوزراء اللي فوض عليهم وهبي السابق واش غيتغيروا ولا لا؟ استثناء القياديين اللي هنا كاينين. استثناء المهدي وفاطمه الزهراء. واش غدير اخويا اش غدير؟ اش غدير؟ سؤالي غينطرح من راسي. ديال ان الحزب غيمشي في التوجهات ديال خلق الحياه العامه والسياسيه والبرلمانيه. واش انتم حريصين على ان المكتب السياسي يكون فيه ناس متابعين او تروج ملفاتهم في القناه؟ ولكن الجواب لا. ما هي الوضعية ديال رئيس الفريق البرلماني الذي تصادفت ملف موضوع انطلاق المحاكم بالغلوب امس؟ السؤال الثاني هو راج في الكواليس وحنا سمعنا وتواصلنا مع بعض المواضيع ان بعض القيادات كانت عندها امل انها تكون في اللجنه الثلاثيه او في رئاسات المجلس الوطني. على سبيل المثال رشيد العبدي الذي انسحب غاضبا من القاعه حسب ما يروج في الكواليس. شكرا. مساء الخير في دول مرابط قناة الغد. قيادة الترويكا ترويكا ترويكا سؤالي لكم ما هي الضمانات التي تتوفرون عليها لإنجاح هذه التجربة؟ ثانيا سؤالي يتعلق بهوية الحزب وهوية تأسيس الحزب في إطار عملية التجديد التي يأخذها الحزب اليوم. هل سيطال التغيير أيضا هوية الحزب؟ ثالث سؤال في إطار انتقادات موجهة للحزب ليس من خارج الحزب ولكن من داخل الحزب طرف أسماء كانت في السابق أسماء قيادية قالت في خارجات إعلامية على أن هيمنة الأعيان وهيمنة رؤوس الأموال على الحزب وعلى القرار في الحزب والذي أثر على أداء الحزب. بماذا تردون على هذه الانتقادات؟ مساء الخير. كنهنيكم بعد القيادة الجديدة وكنتمنى لكم كل التوفيق. منذ أن تعلن عن ما وصف واحد العدد ديال المتتبعين التنسيقية ديال البار قيادة البار في المرحلة المقبلة تقطرت علينا كثير من الأسئلة. شنو هاد الفتوى اللي جا بها البار في هاد المرحلة علما أنه يعني حزب اليوم هو السياسية الثانية في المغرب ما عندوش أزمة ما عندوش مشاكل كما قالت السيدة المنسقة الوطنية؟ يعني شنو المبررات اليوم؟